النهارده يوم مهم جدا 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 من الناحيه الفنيه، وان شاء الله هنكسب وان شاء الله نستطيع ان نفوز بثلاث نقاط. اهم ما في موضوع اليوم هو حضراتكم الجمهور. من فضل حضراتكم، وده كل ما اتمناه، ان النهارده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ثلاث نقاط. تاني حاجه، ان الجمهور النهارده ملوش علاقه باي حاجه خالص. احنا عايزين النهارده نشجع النادي الاهلي، نشجع فريق النادي الاهلي. لو كسبانين واحد ندفع الفريق بتشجيع الجمهور ان احنا نكسب اثنين وثلاثه واربعه. من فضل حضراتكم، احنا عايزين نرجع الجمهور مره تانية. من فضل حضراتكم، احنا داخلين على بطوله امم افريقيا. من فضل حضراتكم، جمهور النادي الاهلي هو 70-80% من جمهور مصر، وبالتالي انتوا الاساس في كل شيء. النهارده ال 15 او ال 16 17 زي ما هيكون العدد اللي موجود على حسب الساعه وتم الاتفاق عليه مع الامن. من فضل حضراتكم، المجموعه اللي موجوده او الجمهور اللي موجود، احنا عارفين ان ده يمثل جزء بسيط من جمهور النادي الاهلي، ولكن زي ما انا قلت لكم قبل كده، الواحد فيهم بمليون او بألف ما عندناش اي مشكله. فمن فضل حضراتكم، التشجيع المثالي في هذه المباراه اهم شيء. اهم شيء النهارده ان احنا نشجع النادي الاهلي فقط، مالناش علاقه باي حاجه ثانيه. اي حاجه تانية مش عايزين نتكلم او مش عايزين نجيب سيره اي حد تاني، هو النادي الاهلي فقط وتشجيع النادي الاهلي فقط ومؤازره اللاعبين حتى الدقائق الاخيره. طيب خلينا نروح نشوف برضو